احنا ساكنين في هذه البلاصه مجوز وما وعندي واحد الدري ان شاء الله الا كتب الله جاي في الطريق، لكن وقت عندي واعر. راه تعيا راه ما كاين راه هذا الشيء كتشوف فيه هاد الصدر وهاد الخلاوين اللي كاينين. اللي كاين هنا هو هاد السباع عندهم، وكانش نقلبوا الخدمة ما لقاو لا خدمة لا والو، كنرجعوها تاني هنا. ما قرينا مول هاينا غير هنا كانت بدايتي مع النيازك اللي تولدت منذ طاطا دي سيد. كل شهادة الأخبار هذا النيزك والقيمة المالية التي يعني بيع بها النيزك آنذاك وصل سعره إلى يعني 7000 درهم للمرأة. يعني كان صراحة يعني تغيير مسار حياتي ابتداء من ذلك النيزك. عرفنا القيمة الكاملة وراء تهافت العلماء لهذه الأنواع التي تتساقط من السماء، يدفعون يعني أموال طائلة مقابل هذه الحجارة الذي كان هبة من الله صراحة. لقيناهم تقريبا دابا شي 6 شهور هذا لقيناهم جهة الشرق شرق شمال السمارة. تيب كربونات سيف درو يعني لقينا هذه المجموعة من الكربونات. Lorsque j'étais étudiant, Boujda, j'étais un astronome. Donc, je travaillais. Et au jour, j'étais en train de lire J'étais ravi. وليت نحس بان خصني نفهم مزيان هاد الارض البلاصه ديالها في لونيفير في الكون. راه كنقولوا غادي نمشيو نسافروا على مولانا على هاد الشيء ديال الحجار اللي هضروا عليهم الناس قالوا كاينين دايرين الفلوس غادي نمشيو نقامروا على مولانا. والله ما عرفنا واش فين حتى الفنا قبل ما تلينا عارفين كاع فين غادي نمشيو كاع واش غادي نمشيو فين هي شي حاجه جايه من السما ما عارفه فين كاينه كاع غاتمشيو صافي. حنا راه فرضت علينا الوقت غادي نزيدو نقلبوا ليه لقيناها من الله راه هي هذيك ما لقيناها رانا هنا راجعين تنموتوا صافي. اي راعي وحده هكا برافو لك هذه ميتوريت هذه نيزك هذه طايحه من السماء هذه زينه هذه انت اللي ريتيها انت جبرتيها انا اللي ريت الله يلا بصحتك بصحتك حنريك نشوفوا هاي هاي شنو هذه ميتوريت بصحتك ايوا برافو الله يرزقنا ويرزقكم. منين ريتيها؟ ريتها لا فين ناحي منين؟ هو